يبحثون عن الخيام القابلة للطي. هذا صورته إبراهيم الإقبال عليها كيف الإعلان الماضي؟ جدا مرغوبة السحب. السحب كبير يقول لي بشكل جنوني. 4 أشخاص بكم؟ ب109 ريال. 6 أشخاص أيضا 169 ريال. طبعا يجي منها 3 ألوان 169، 6 أشخاص، 4 أشخاص ب109 ريال. المقاسات الأربع أشخاص 230 × 230. الشتاء على الأبواب، اللي يحتاجون الترامس الحجم الكبير، 1.3 لتر وسعر قوي جدا، بدالة 49 يا جماعة 19 ريال و95. هلا لا، مدة 3 أيام إلى 14 نوفمبر. رأس الرحلات الشتوية اللي تشوفونها قدامهم عندهم خيارات كثيرة. هذا الخيار ب39 ريال، عندهم هالشكل ب39 ريال أيضا، هالشكل التراثي ويتصفط وسهل الحمل ب69 ريال فقط. أيضا عندهم هنا هاللون الأسود 49. شاشات المخفضة وبأقل أسعار 32 بوصة للجيمينج للكاميرات بهالمقاس يا جماعة بكم؟ LED HD تأخذونها ب249 لمدة 3 أيام إلى 14 نوفمبر فقط. اللي يبحثون عن الشاشات 43 بوصة طبعا فل HD واي فاي اللي هو الأندرويد سمارت تي في بكم؟ 43 بوصة 699 ريال. اللي يبحثون عن اللابتوبات طبعا 15.6 إنش يجي مع شنطة هدية بالإضافة 4 جيجا رام و256 الذاكرة بكم؟ بدال 1099 699 ريال. البطانيات اللي تشوفونها قدامكم هذه نفرين كيلوين ونص بكم؟ ب44 ريال و95. هلا لو فيه أشكال وألوان وخيارات ما انتهينا. أيضا عندهم 3 كيلو فاصلة 800 جرام 79 ريال فقط. يبحثون عن الفرشات التراثية مقاس كم؟ 2.10 × 1.60 للطلعات وبهالأشكال التراثية 19 ريال ونص. سجادة السيراميك اللي تشوفونها قدامكم 3 متر × 2 مترين طبعا مخمل وفي أشكال كثيرة جدا، والجميل إن نثبتونه في البلاط ما يتحرك معكم بكم؟ 69 ريال فقط. هذا السيراميك. اللي يحبون الفرشات العادية اللي هنا هذه الفرشات السادات 3 متر × 2 مترين أيضا 69 ريال، والفرشات التراثية صورناها من شوي 19 ريال ونص. اللحافات النفر في خيارات في الألوان طبعا النفر من 3 قطع ب69 ريال فقط ما انتهينا. عندهم الدبل اللي هو النفرين 4 قطع 64 ريال ونص. شنطة السفر فايبر 3 حبات صغير وسط كبير كلها فايبر الطقم 3 حبات ب199 ريال.